تطورت تكنولوجيا التلفاز لأول مرة في القرن التاسع عشر، حيث اخترع فريدناند براون أنبوب أشعة الكاثود في عام 1897 للميلاد، وقد استعمل أنبوب أشعة الكاثود لأول مرة من أجل إنتاج الصور عام 1907، حيث كانت هذه الخطوة الرئيسية في اختراع التلفاز. وفي العشرينيات من القرن العشرين حصل جون ليجي بيرد على براءة اختراع لفكرة استعمال مجموعة قضبان شفافة في نقل صور التلفزيون، حيث كانت صور بيرد مكونة من 30 خطاً تعكس الضوء عوضاً عن الصور الظلية الخلفية. ويعتبر جون ليجي أول شخص يعرض صوراً لأشياء متحركة على التلفاز، وجرب جهاز الإرسال الخام محلي الصنع، واستطاع أن يعرض تلفازاً بصور مظللة. وفي عام 1927 استطاع أن يكون شركته الخاصة، حيث بدأت بخدمة تلفزيونية تجريبية لهيئة الإذاعة البريطانية في عام 1929، وقد استمرت في البث بانتظام من قصر ألكسندر حتى عام 1936. وأخيراً، يعتبر فيلو مخترع أول تلفاز إلكتروني في العالم، حيث كان حينها قد حول معظم الأجهزة المنزلية لدى أسرته إلى أجهزة تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وقد كان مهتماً بالأجهزة الجديدة في عصره كهاتف بيل وجرامافون أديسون. وفي عام 1922 رسم لمعلمه فكرة عن أنبوب تفريغ لتشريح الصور، والذي كان من الممكن أن يحدث ثورة في التلفاز. وتخيل حينها أنبوبة تفريغ يمكن من خلالها إنتاج الصور إلكترونياً عن طريق إطلاق شعاع من الإلكترونات خطاً تلو الآخر على شاشة حساسة للضوء. وفي عام 1927 ظهر أول تلفاز إلكتروني بالكامل، وحصل حينها على براءة اختراع عام 1930. وما زلنا إلى يومنا هذا نشهد هذا التطور المستمر في مجال هذه الشاشة المسلية.